نجيب مثلا 3 معالق كبيرة من من البن، البن البن. العادي، تمام. وبنغليهم في لتر مية وبتتصفى، ولما بتهدى خالص بنستخدمها كحقنة شرجية. دي سبحان مفيدة الله. جدا، انها بتبدأ تنشط الكبد كبت. وبتبدأ المرارة، تنزل العصارة المرارية بتاعتها، فبرضو بتنظف القولون سبحان الله. وبتسحب سموم كتيرة من الجسم. ودي يمكن اول واحد استخدمها دكتور الماني مشهور اسمه دكتور جيرسون، واتحطت في البروتوكول العلاج اللي دلوقتي بيستخدم في العالم كله في اللي هي العلاجات المساعده للتشافي من الاورام. الاول انه يسحب السموم من الجسم عن طريق حقنه القهوه، فدي بتبقى مفيده ان لو القولون فيه مشاكل قبل ما نبدا شهر رمضان يبقى داخلين بقولون نظيف، ما يعملناش مشاكل الامساك والغازات والتعب اللي بيحصل لنا في رمضان. جميل حلو. يبقى احنا دلوقتي ننظف الاجزاء الداخليه من جسمنا، دي اول حاجه دي اول علشان حاجه قلناها الكبد. تمام. تمام. هو اللي مش قادر يلحقنا ممكن شربة الملح الانجليزي بتتباع في الصيدليات. دي صعبه يا دكتوره، دي الواحد ما بي والله ما مش قوي يعني، لو الواحد يعني اتعود عليها. اصل يعني مهم اول واحد ينظف جسمه يعني قبل ما قد ايه كده يا دكتور؟ يعني مثلا هو بيبقى كميه هي بتتباع في اكياس، هو الكيس بيتحط على كوبايه عصير، كوبايه ميه، تمام، وبيتشرب وخلاص. وبيشرب يعني هي يعني في خلال 3 4 ساعات بيبدا يحصل غسل. الاسهال والغسيل سبحان البطن الله. وخلاص. بس لو انسان مريض طبعا ما يعملش الحاجات دي الا باستشاره الطبيب، ده نسأل مهم يعني. جدا. احنا بنتكلم